وللنقاش ينضم معنا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. بداية، صحيفة الاندبندنت تقول إن مطالب البصرة البسيطة ألهبت المظالم العميقة في العراق، لماذا تركت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 البصرة بهذا الشكل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ مساء الخير. مساء النور. بكل تأكيد بأن ملف البصرة ملف معقد وشائك، وملف أفرز لكل العراقيين ولكل العالم الوضع المأساوي الذي يعيشه العراق عامة وأهل البصرة خاصة. وأعتقد بأن البصرة هي الاقتصاد العراقي، آبار النفط، البصرة بوابة العراق إلى الخليج، البصرة لها مكانة جغرافية واقتصادية مميزة جدا، ولكن أهالي البصرة يشاهدون كل يوم بأن الإهمال الحكومي متعمد ومنذ 15 عاما ولحد الآن بشكل ملفت. نحن نتحدث عن أبسط مقومات الحياة، لا نتحدث اليوم عن امتيازات، لا نتحدث اليوم عن مطالب أو سقف مطالب عالي، نتحدث عن مياه فقط. نعم. مياه، وهذا والمياه عصب الحياة. البصرة اليوم عطشة، وهي التي تطوف فوق بحور من النفط. البصرة التي تزود العراق بإمكانيات هائلة من العملة الصعبة لا يوجد فيها. بالمناسبة، قبل أيام فقط أعلنت هيئة النزاهة أن هناك 16 محطة تحلية للمياه لا يتم العمل بها رغم أنها موجودة في البصرة. فإذا هناك تعمد، هناك تعمد حكومي واضح جدا في ملف البصرة، ومنذ سنوات طويلة حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم، الوضع المتردي جدا. طيب. في الخدمات. نعم. المياه تصل إلى منازل السكان محملة بأمراض لا تصلح للاستحمام، لا تصلح للاستخدام البشري. إلى أي مدى رسخت المحاصصة الطائفية مافيات الفساد في البلد؟ البلد يعيش بحالة انهيار تام على كل الأصعدة. نحن شاهدنا الوضع الأمني في المحافظات المنتفضة، شاهدنا الإهمال الحكومي، شاهدنا الاقتصاد المتردي، شاهدنا كل الأصعدة الحقيقة، التعليمي، الوضع الصحي للعراق، ومن ضمنهم محافظة البصرة. البصرة هي محافظة حدودية مع الكويت ومع إيران، وهي منفذ رئيسي لمافيات التهريب والفساد والتجارة بالبشر والمخدرات التي تأتي للعراق أيضا عن طريق البصرة. لذلك التركيز على استمرار الوضع في البصرة له أبعاد خطيرة جدا على كل العراق وليس على البصرة فحسب. النائب رامي السكيني يقول إن البصرة قد تتحول لساحة للجريمة وحلبة لتصفية الحسابات. كيف تقرؤون هذه الاغتيالات في صفوف المتظاهرين ضد فساد الأحزاب الحاكمة؟ أقوى ما وجه للنفوذ الإيراني في العراق هو الأعمال الأخيرة التي كانت في البصرة ضمن حرق القنصلية. هل البصرة مجتمع عشائري، مجتمع عراقي أصيل، مكون عراقي أصيل، وهم لا يقبلون بالمسائل المستحدثة التي جعلت من البصرة مكان المرتزقة والنفوذ الإيراني. نتحدث عن صور الخميني، نتحدث عن قنصلية لها دور سلبي جدا، نتحدث عن المخدرات، نتحدث عن الإهمال. فأهل البصرة رفضوا كل ذلك، وإيران ردت وبقوة أيضا على هذه المسألة، وأطلقت العنان لميليشياتها التي تقوم باغتيال الشرفاء والنزهاء من أبناء البصرة الصامدة الأبية التي قالت أكبر لا للنفوذ الإيراني في العراق. هناك العديد من المطالبات للكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات، إلا أن الحكومة لا تستجيب. ما الذي تريده الحكومة من وراء ذلك، وما الذي تريد أن تخفيه أصلا؟ التفريق ما بين الحكومة والميليشيات هذا خطأ كبير جدا.
عصب هذه الحكومة قائم على الميليشيات. ضباط الموجودين حاليا في وزارة الدفاع والداخلية هم ضباط الدمج وهم رتب غير حقيقية. عندما تقول بأن الحكومة لا تأخذ دورها وكأنها غير راضية على ما تقوم به الميليشيات، وهنا مكمن الخطأ. نعتقد بأن الضباط الموجودين حاليا، ونأخذ على سبيل المثال وزير الداخلية الحالي، هو مقاتل من ضمن الميليشيات من ضمن تحت أمرة إيران، واليوم قاسم العرجي وزيرا للداخلية. وعلى هذا القياس هادي العامري صاحب أكبر ميليشيات في العراق، وهو مقاتل ضمن صفوف المرتزقة لإيران ضد العراق. هؤلاء وظيفتهم الأساسية هو الاغتيال، والحكومة هي التي تغطي على تلك الجرائم. جميل الشمري تمت إقالته وتم نقل وجعله رئيس جامعة. لماذا؟ إذن الذي يقوم بأعماله ضد المتظاهرين السلميين، الذي يقوم بالأعمال الاغتيال، نعم، هذا الشخص نعتقد بأنه تحت حماية وغطاء الحكومة، ولا يستطيع عمل كل ذلك لو لم توافق الحكومة بأجهزتها الكافة. مكتب حقوق الإنسان يقول إن 16 متظاهرا ما زالوا معتقلين على ذمة التحقيق. بقاء الأمور بهذا الشكل إلى أي مدى يمكن أن يصعد التظاهرات في البصرة وجنوب ووسط العراق، لا سيما مع هذا الشكل من ترسيخ المحاصصة الذي بدا واضحا في اختيار رؤساء البرلمان والجمهورية وحتى الوزراء؟ اليوم تم اختيار رئيس جمهورية للعراق، وخلال أيام مقبلة سيتم تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء. بعدها سيبقى الوضع على ما هو عليه في داخل العراق، ونعتقد بأن برهم صالح ذات منصب شرفي، وعادل عبد المهدي سيقوم بتكريس المحافظة الطائفية اللي موجودة في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن. لذلك نجد بأن التظاهرات ستأخذ منحى آخر خلال الأسابيع أو الشهور القادمة، ونعتقد بأن الحكومة التي ستأتي ضمن محافظة طائفية لن تستطيع أن تقدم شيء، لأن الآلية نفس الآلية والوجوه نفس الوجوه. طيب أستاذ زياد، أنت قلت أن التظاهرات ستأخذ منحا آخر، هل هنالك خوف على المتظاهرين أم أن الأمور تسير بشكل مغاير؟ وهل هناك أكبر من الخوف الذي يعيشونه اليوم عمليات الاغتيال وعمليات الاعتقال والتنكيل والتعذيب والاغتيال في وضح النهار؟ أعتقد بأن المتظاهرين يعرفون ويدركون، وأهل العراق بسوء الغيارة الشرفاء يدركون جيدا أن بقائهم مرتهن بإزالة هذه العملية السياسية وإبرازاتها وهذه الحكومات المتعاقبة، وإلا لن يبقى عراقي شريف واحد داخل العراق. لذلك حياتهم على المحك وفي خطر، ولكن لديهم أطفال، لديهم شيوخ، نساء، عليهم أن يدافع عنهم بكل الطرق المشروعة والتظاهرات السلمية. ولكن لا أعتقد بأن ميليشيات إيران سترضى بهذا الأمر، لذلك أجد أن المواجهة ستكون دموية خلال الأشهر القادمة وليس اليوم أو غدا. الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك.